المدارس والمساجد من بين أكثر الأماكن استهلاكاً للمياه، استهلاك كبير قابله استخدام حنفية تقليدية تساعد على تبذير المياه وتدفقه بكمية كبيرة فوق الحاجة. نقاط دفعت جمعية دليل وشركة سيال التوجه نحو استبدالها بحنفية توقيتية حديثة بنسبة اقتصاد يبلغ 80%. اليوم يعني العملية سنقوم بتغيير هذه الحنفيات، ومن جهة ثانية الهدف من هذه العملية هو محاربة تبذير المياه في الفضاءات العمومية بما فيها المدرسة، المسجد، الثانوية، دور الشباب، قاعة الرياضات، كل هذه الفضاءات يعني هناك الاستعمال غير العقلاني للمياه، وبالتالي ارتأينا أن نقوم بهذه العملية من أجل مكافحة تبذير الماء. حنفية مقتصدة سيتم تعميمها بدورة المياه بالمدارس وبيوت الوضوء بالمساجد تدريجيا، ما سيسمح بتوفير كمية معتبرة من المياه. اليوم قمنا بإبرام اتفاقية شراكة مع جمعية الدليل وهي مع شركة سيال. الهدف منه هو ترسيخ ثقافة استهلاك الماء بطريقة عقلانية، لأنه سوف نقوم مع هذه الجمعية على مستوى 57 مدرسة و57 مسجد بتغيير الحنفية التقليدية، وين يكون سهل يعني نحلوا الحنفية ونخليوه يسيل، بحنفيات بوسواغ يعني تعطي لك كمية قليلة من الماء قيس الاحتياج ديالك. مبادرة بسيطة من شأنها توفير الكثير من هذا المورد الأساسي في حياتنا، خصوصا والجزائر تعيش أزمة في المياه بعد شح السماء. ليبقى تعميم استخدام مثل هذه الحنفيات أكثر من ضرورة، سواء في الأماكن العامة أو المنازل.